أبشركم وصلنا مطار هيثرو في لندن، اللهم لك الحمد والشكر على السلام. ما رأى التختيم ما يمشي، والله ما أدري إيش المشكلة، لكن يبى الله يزينها. ما أدري عادة ولا اليوم فيه مشكلة ولا، لكن تتمشي إن شاء الله. أنا يا ربي تعبت خلاص، ما عاد أقدر أتحمل مرة خلاص. هاي والله هلبا ناعي، هاي والله من بعده، هاي هاي هذا والله اللي يخرب الجمة من كان ضلع متين والضعيف كم كم مغارب. وبكحنا خرجنا، الذنب اللي صايبهم هذا حال على همه، هالعرب طرح يمين ويسار بالممرات، واللي راقد واللي ياكل واللي يشرب. نبي نروح ندور الهوتيل في لندن، ان الاجواء ماطره. يا غازي هذا روز رايز؟ هذا مو روز رايز، هذا تاكسي لندن. والله نحسب انكم ركبنا روز رايز، قلت يا ولد هذا ما عاد احد يقدر يوصله. اوفر كذا، امشي يلا توكل. شو شنطتي بالله يا غازي؟ تعودها بس. هاي هالبناي يا رد الجم من كان جنب متين والضحية في شمش ما خارمة، يا رد الجم من كان ضلع متين والضحية في شمش ما خارمة. عان جاي هم مطر، عان جاي هم مطر، سحابة اللي يلبنا القيرة سحابة رش. اي والله كريم 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 كريم، الله سبحانه كريم. بيصيفون السنة هذه وبيعينون خير ان شاء الله. وصلنا لندن، بس الغريب ما ادري في اضراب عن العمال ولا وش القصه، الشنط في كل مكان. تكدس رهيب في الشنط، ما ادري ايش السبب. اهم شيء شنطنا لا تغدي يا شباب. وضع في المطار صعب شوي، لكن الحمد لله على السلامة. بنطلع الحين خذ شنطنا نتوكل على الله، نروح المكان إقامتنا. بسم الله توكلنا على الله.